مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد وروتين جديد. مثل ما لكم شايفين، هلا انا برا. طلعنا اليوم عزمتنا مرت عمي اخو لبابا يعني على الفطور، وحبيت هيك اصور لكم الاجواء وشو بدي اعمل اليوم وروتين لليوم يعني. وهي كمان كانت عازمة رفقاتها، يعني هيك جمعة نسوان. مثل ما تكون شايفين الدنيا عنا مطر وبرد. هون حبيت صور لكم التحضيرات، كانت عم تحضر هون البيتزا، حبيت صور لكم هيك شوية من التحضيرات. وهي كمان هون الفلافل، ريحة الفلافل هيك عن الصبح عن جد غير شكل. هلا انا عم بصور لكم بعد ما شربنا القهوة يعني، بس نسيت صورها، لهيك بلشت لكم بالفطور فورا. وهون هي كمان الفول، عن جد الفول والفلافل هيك من عند الصبح غير شكل. انا للصراحة الصبح ما بحب افطر زيادة، بس عن جد على الجمعة الواحد كتير بيحب يفطر، وخصوصا اذا كان في كذا شخص يعني، فالواحد عن جد هيك كتير بيشتهي يفطر، غير انه هيك الواحد يفطر لحاله او هيك. هون مثل ما تكون شايفين كمان عملت الفول وحطت التبلة والزيت، اهم شي الزيت بالفول. وهي كمان شكل الصفرة، كان في فطاير والتبولة، طبعا اكيد الفلافل وهيك. عن جد الفطور كان كتير طيب، وخصوصا انه هيك على الجمعة كتير انبسطنا، كتير استمتعنا عن جد. ويا سلام على الجمعة، عن جد عن جد كتير حلو الواحد من فترة للتانية هيك يغير من روتينه ويجتمع مع رفقاته وهيك يفطر معهم. واحد بحس هيك عن جد هيك بتغير شكل، وواحد تتغير نفسيته طبعا. وهون كمان الحمد لله بعد ما فطرنا رجعت انا على البيت، كان زوجي جايب لي شوية اغراض وهيك كمان رتبتهم مثل ما تكون شايفين. هون صبايا مثل ما تكون شايفين حبيت اعمل عصير فريش، كان زوجي شوي مرضان، فقلت بما انه جايب لي هيك ليمون وقريفون وهالقصص هي انه اعمل عصير كتير كويس له ومنيح. ومثل ما تكون شايفين هلا دخلنا على شتوية، وكتير صايرة الناس عم تمرض، الله يبعد علينا وعليكم كل شر. وهلا صار اجباري يعني انه دخلت الشتوية وهيك الجو تغير علينا الحمد لله. وهيك حبيت اعمل عصير، وكويس هيك واحد وقت للتاني انه يعمل عصير هيك ويشربه، كتير مفيد. صبايا عن جد بتشكركم على تفاعلكم وعلى تعليقاتكم الحلوة، عن جد هي بتخليني نزل فيديوهات اكتر واكتر، وان شاء الله هيك بتكبر القناة اكتر واكتر. صبايا حطيت لكم رابط الانستغرام صندوق الوصف، اللي مو متابعني يروح يتابعني هنيك، عم نزل هنيك فيديوهات كتير حلوة ما لها علاقة بقناة اليوتيوب، فيديوهات هيك قصيرة وحلوة كتير. روحوا شوفوها وخبروني شو رأيكم فيها. وهون خلصت العصير الحمد لله، طلع عندي هاي الكمية، طلعت كمية منيحة.
أنا صبايا بلشت بدي أطبخ، حبيت أعمل اليوم عش البلبل. بما أنه كان هيك يوم طويل وطلعت لبرا، فهيك حبيت أعمل أكلة سريعة وسهلة وبنفس الوقت كتير كتير طيبة. مثل ما نكون شايفين هون عندي لحمة، حطيت لحمة حوالي كيلو أو أقل شوي، نص كيلو يعني. وبعد هيك بدي اضيف لها بصلة ناعمة قد ما فيكن نعموها. حطيت هون كمان دبس الرمان، انتو فيكن تكتروا او تقللوا حسب ما بتحبوا. هون حطيت فليفلة حمراء وحطيت فلفل اسود وحطيت ملح. هلا بدي احركهم كتير منيح لحتى كلهم يندمجوا مع بعض. هون كان ناقصني شوية دبس الرمان فحطيت أكتر، مثل ما قلت لكم حسب ما أنتم بتحبوا. عن جد هاي الأكلة بحسها هيك أكلة سهلة وكتير طيبة، وكمان فيكم تفرزوها. هاي العجينة صبايا من ماركت بيني، بتجي بهذا الشكل، ومثل ما لكم شايفين هيك عم قطع بهاي الطريقة لدوائر. انتو فيكن تكبروها حسب ما بتحبوا. انا طلعت عندي 6 قطع، وكل قطعة مثل ما كنتم شايفين بهذا الحجم. هلا هيك رح اعمل كل العجينة. هون بلشت مد الحشوة اللي عملناها من شوي مع بعض. هلا هاي الأكلة ما بعرف صبايا انتو شو عندكم بتسموها، بس عنا احنا بنسميها عش البلبل. اذا بتسموها هيك بغير اسم، اللي متابعني وعنده اياها انه عندهم اياها بغير اسم اكتبولي بالتعليقات شو اسمها عندكم. هون حطيت على الوش سمنة عربية، عن جد عطت نكهة كتير كتير طيبة. وللأسف صبايا ما كان عندي صنوبر، هي بالعادة واحد بيحطلها صنوبر على الوش، بس أنا ما كان عندي فلهيك ما حطيت. إذا عندكم حطولها بتطلع طيبة. وهون حبيت صوركم كمان بكيف كان شكلها بالفرن وكيف عم تنتفخ، هذا يعني عادي. وهيك كانت النتيجة النهائية، عملت جنب بطاطا مقلية، وعن جد عن جد كتير كتير طيبة، وبنصحكم تجربوها وريحتها بتشهي، وعن جد أكلة فخمة وسهلة بنفس الوقت. وهيك كان روتيني لليوم، بتمنى من كل قلبي يعجبكم. وإذا عجبكم حطولي لايكات كتير من إيديكم الحلوة، وإن شاء الله يكونوا استفدتوا منه حتى لو بشي بسيط. إذا كنتوا لسه مالكم مشتركين بالقناة، انزلوا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس على الكل مشان يوصلكم كل شي جديد أنا بنزله. بحبكم كتير، سلام.